عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ مصطفى. نعم. بارك الله فيك وفي كل المشايخ بإذن الله. أفيد. وبارك لنا في قناة الرحمة. آمين. دلوقتي حضرتك بتتكلم عن العلاقة بين الزوج والزوجة والنشوز بين المرأة اللي يعني لما تكون ناشز في حاجة تغضب الله. طب لما بتكون في حاجة يعني في أمر لله يعني زي أنا حبيت ألبس النقاب وزوجي رفض رفضا تاما وبعدين يعني خيرني بين المعيشة معاه وبين أن ألبس النقاب يعني بين الطلاق وبين أن أنا ألبس النقاب وأنا عندي منه ولد وبنت وما لقيتش أي نصير ليا لا من أهله ولا من أهلي يعني حتى أهلي قالوا لي دلوقتي أنت هتخربي على نفسك على بيتك وولادك والنقاب مش فرض وأنت لبسك كويس وبتلبسي جلبابات وأسود وغامق و والحمد لله ما فيش مكشوف مني غير الوجه بس والحمد لله ما فيش اي زينه ولا اي تبرج بس انا كان نفسي البس النقاب ويعني ودي الامل الوحيد اللي انا متعلقه بيه جامد يعني فدلوقتي هل انا يعني عليا ذنب ولا اسم ولا هو عليه ذنب انا مش عارفه ده سؤال ولو سمحت في سؤال تاني بالنسبه لقيام الليل انا بصلي قيام الليل الحمد لله بس في فتره الحيض هل عليا ان انا اقوم برضو قيام الليل بالذكر من غير الصلاة؟ انتهت الأسئلة؟ يا ريت تجاوبني يا شيخ مصطفى. يا ليت مش يا ريت، يا ريت خطأ، يا ليت. يا ليت قومي يعلمون، لم يقل يا ريت قومي يعلمون. يا ليت قومي. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالزوج الذي يضغط على زوجته بهذه الضغوط كي تخلع نقابها أو تستمر على كشف وجهها يأثم للحيلولة بينها وبين على أقل تقدير اتباع الفاضل، مع أنني أرى أن النقاب واجب والله سبحانه وتعالى أعلم. أما أنت فأمرك دائر بين مقارنة المفاسد والمصالح، فعندنا مفسدة الطلاق مفسدة شديدة، وعندنا لبسك للنقاب مصلحة بلا شك، وخلعك للنقاب مفسدة أيضا. فلكون بعض العلماء قالوا بأن المرأة يجوز لها كشف الوجه، فإذا أخذت بهذا الرأي حفاظا على الأسرة من الضياع فظني أنك إن شاء الله ما دام القلب مطمئن بالإيمان لن تأسمي للاضطرار للاضطرار. أما إذا كنت تستطيعين سبيلا أي سبيل للاستمرار على نقابك فامضي في هذا السبيل، سبيل الانتقاب وتغطية الوجه قربة إلى الله سبحانه وتعالى جزاك الله خيرا. أعني اختصارا قومي قدر الاستطاعة، قومي قدر الاستطاعة والبس النقاب قدر الاستطاعة. إن عجزت تماما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هنالك تقارن المفاسد والمصالح. أما إذا كانت المرأة تقوم الليل فحاضت فليس عليها أن تقوم ذاكرة لله طيلة الليل في نفس الوقت، وإن كان بعض العلماء قال بنحو من ذلك فقد روي عن عطاء أنه يستحب للمرأة الحائض إذا حضر وقت الصلاة أن تتوضأ وتذكر الله عز وجل، لا تصلي طبعا لأن الصلاة هي ممنوعة منها. كذا رأى عطاء رحمه الله تعالى واستغرب هذا الرأي بعض العلماء، لكن دائما وأبدا كوني ذاكرة لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وعائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي تحج قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج إلا أن